ايه يا خالد؟ ايه يا ابني يا حبيبي التاخير ده كله؟ ايه يا عم يا ابني انت كده بتخسرنا كتير، يعني احنا عندنا الاسهم بتاعتنا كده هتقل. حقك يا معلش، احنا كده كام وصلت كام ولا هنسيب كام؟ انت وصلك كام امبارح من المحاسب؟ ربع ربع مليار. ماشي وديك النهارده ربع مليار. حلو، يبقى كده ربعين. ماشي تمام. يعني النص الباقي بقى عاوز كله ربع لوحده ولا اديك ولا اتعامل ازاي؟ لا كله ربع لوحده، كله ربع تبع. طيب ماشي خلاص تمام، يبقى كده وصل لك 4/4 مليار. ماشي 4/4 ماشي. طب دلوقتي انت هتعمل ايه في المشروع الجديد بتاع البط ده؟ البط ده بيكسب كده؟ لا البط ده زي ما قلت لك كده بط متعلم يعوم جاهز. البط يقوم يصحى ويعوم، وهات لعب وهات ايه ده هيلعب معاك هيدي لك لحمه حلو وهتسيبه في اي مكان يغرق، لكن احنا البط بتاعنا يختلف عن اي بط تاني. ايه ايش هتفيه وعلى الميه هيعوم. انا معاك في الصف. تخش في صنف البط الايه؟ اللي بيعوم. اللي بيعوم؟ مش عايز ده بط برازيل هنستورده. هتعرف تروح البرازيل كل يوم تجيب؟ اروح كل يوم. هتعرف تشيل كل يوم كام بطه؟ تجيبها وتيجي؟ 12 بطه. لا يا خالد لا 12 بطه ايه؟ 12 بطه ايه يا خالد؟ ده احنا عاوزين نحول نص مليون بطه كلهم. تمام. تجيب معاك العمال كلهم تعوم تروح انت زقه هناك في البحر وهو هيعوم هيجي على مصر هنا. انا معاك فيه. فاهم انت؟ واحد بقى واحد ماسك الشوال بيعمل بط بيعمل دخل على المخزن. هوب المخزن على طول على طول على البحر تسيبه يعوم. انا اشتريت. ماشي. انا دلوقتي ده كده احنا هنشتري بربع بط. تمام. ماشي؟ ربع المليار دوت هيكسبنا 4 × 6 يعني مكسبنا دلوقتي 100%. 100%؟ اه فاهم انت؟ اطلب لي بقى حاجه بقى عشان اكمل لك المشروع. فدلوقتي زي ما قلت لك كده وعاوزين برضه نخش في مشروع تاني. ايه؟ مشروع التماسيح. بتعمل ايه التماسيح؟ التماسيح كده احنا ولا هنجيب لها اكل ولا هنجيب لها شرب؟ هياكلوا البط اللي بيعوم بتاعنا. صح. يبقى احنا كده زيتنا في دقيقنا. فاهم انت؟ بس. انا اشتريت كده هسلمك كام النهارده؟ هسلمك ربع مليون. بص هكتب لك شيك صغير. ماشي معلش عشان انا هتروح اقول لهم انا تبع مستورد. حصل المستورد. ماشي هتكتبه كام؟ لا هكتبه عشان البيت عندنا محتاجين فلوس. هكتبه لك بنص مليار. هتاخد انت ربع مليار وتعدي على البيت تديه نص مليار عشان عاوزين طلبات كده معاك. ماشي كده انا عليا اي حاجه؟ كده عليا اي حاجه؟ لا انت كده عليك بس حوالي 130 جنيه. مش مشكله مش مشكله سيبهم اي حد في الشارع. خالد ما تنساش. لا مش هنسى. مع السلامه. والله العظيم عندنا ظبطه اللي معاك ظبطه يعني. اتكل على الله. عم انا اهلا عامل ايه يا بيه؟ اخبارك ايه؟ ازيك عامل ايه؟ ايه بقى موضوع البط والعربيات والبتاع اللي يا رب انت بتسترزق عشان الدنيا ايه مزنقه؟ لا بص انا عامه ما بشتغلش غير بالدولار يعني اليورو والاسترليني ده خلاص أي حاجة. دي خلاص انا ما بشتغلش بيها اي حاجه والنبي بس نفسنا نعمل فلوس. عايزين انا بقى لنا 9 سنين انا وهو عايزين نفتح مشروع صغير قد كده. لا انا سامع بصراحه ان في عربيات. لا انت مش فكرة مشروع. طبعا بس القبض عندي مش بالجنيه بالدولار. موافقين لو موافقين نشتغل. موافقين ولا انتوا لو جنيه ممكن ابعت لكم لواحد تاني. لا احنا عايزين الدولار. احنا دلوقتي داخلين في مشروع البط اللي بيعوم اللي هو اللي بيصحى من النوم بس ده خلاص معلش احنا يعني كذا حد دخل فيه باسهم كبيره اسهم صغيره كده انا اهو مشروع سهم واحد انا اهو اتقفل والله يعني معلش انا اسف بطة انا اسف بطه وبطه انا اسف انا اسف هو جاب العربيه دي من موضوع البط ده؟ ايه؟ جاب العربيه ايوه ما احنا بنستثمر على كبير يعني فاهم انت؟ بنستثمر على كبير جدا. انا عندي مشروع تاني يعني حابب اخش فيه. انت شايف احنا وجهه نظرك بس شوف انتوا معاكم قد ايه؟ هو كده انتوا لو بتدفعوا مثلا قيمه 10,000 دولار بيوصل لكم 10,000 دولار؟ ده انا هو ولا الواحد؟ حسب ياكش عاوزين تدفعوا 1000 دولار ياكش عاوزين تدفعوا دولار واحد الدولار بيجيب 10 دولار. احنا ممكن نجمع انا وهو مثلا انت معاك كام مثلا؟ ما بص هنا بقى هنا بقى بص هنا بص هنا المكسب بقى في ايه؟ تدفع دولار تاخد 10 دولار على دولار واحد؟ لم بقى وبيع كل اللي عندك وهاتهولي انا هدفع كل اللي معايا. طب بيع بيع انا معايا 100,000 جنيه يعملوا كام مثلا؟ يعني 100,000 جنيه يعملوا مثلا قيمه 10,000 دولار كده مثلا. يعني دول هيعملوا بقيمه 8,000 دولار هتاخد 80,000 دولار بس ينفع معاك؟ بس ماشي ينفع معايا جدا. هم احنا بنضرب ب 10
اضرب في اللي انت عايزه. ماشي هو دلوقتي احنا موافقين. ماشي هقول لكم على المشروع كده يعني. اشرح لنا طيب زي ما شرحت له كده وفاهم. هو في مشروع الوز، هو ده وز بيطير بس برضه انا مش حابب. انا في مشروع اكبر. في ايه رايكم في مشروع الفلل؟ فلل ايه؟ انتوا عارفين السجاير طبعا بعد ما نشرب بتفضل يعني حاجه بسيطه كده ما بتخلصش للاخر. الفله السجاير عارفها. طب مالها دي بقى هنعمل ايه في الفله؟ دي بقى هتعمل ايه فايده الفله؟ دي بقى هتعملوا فيها ايه؟ دي تحاولوا ان انتوا تلفوا في الشوارع وتلعبوا كراتين فلل كتير والشكاير فلل، نجمعهم مع بعض كلهم ونعملهم فله كبيره قوي نبنيها في التجمع مع بعضينا. فلت انت كده ماشي على القافيه مش على البيزنس. تعمل مشروع الاغنيه يا استاذ ده شغلانتي بقى. ما انا عارف انا بعمل على دماغنا بس انت برضه انت كده بتهزر. فله يعني عشان هي فله فاعمل فله في التجمع يا استاذ مهرجان. والله انتوا عشان انتوا لسه شباب صغيرين ما دخلتوش البيزنس الكبير اللي زينا. عندك حق انت فاهم في البيزنس يعني مش عارف اتكلم معاك. انتوا ليكوا ان انتوا في الاخر الفلوس دي هتستلموا بيها فله في التجمع الكبير. فله يعني انت عايزني اجمع الفله دي اجيب فله من كل سجاره اعمل فله كبيره في التجمع؟ لا بس طبعا لازم نرمي الاساس الاول. مفيش حاجه من غير اساس. اساس ايه؟ تبغ بقى ولا ايه يا استاذ؟ دي شغلانتي بقى. ما احنا مش احنا اللي هنبني. انت عليك تجمع الفلل وتجيب الفلوس كلها اللي معاك. كل اللي معاك. الفله دي هتبقى بتاعتنا ولا احنا ناخد فلوس ولا ناخد الفله؟ براحتكم بقى. يبقى قدامكم عاوزين فلوس الفله ماشي، عاوزين الفله بس ماشي، عاوزين كل حاجه خد كل حاجه. انا اهم حاجه يعني الموضوع مفتوح يعني معايا. مفتوح. بص انت طالما شاركتوني. انت بتشتغل ايه؟ سنسر فلل؟ لا انا بشتغل يعني انا زي بزنس مان كده بشغل وارزق الناس. بشتغل في حاجات غريبه قوي. بط هو ده بقى. بص انا واثق فيه. انا واثق فيه. المكسب المداري. انت شفت حاجه ولا لسه الاول؟ صح؟ إيه؟ شفت حاجه ولا لسه؟ والله لا لسه. ممكن يعني لو ممكن تجيب لي مانجا. طب عايزين واحد مانجا والنبي معلش. يعني هات لي واحد مانجا. ماشي. عايز حاجه تشرب حاجه ميه؟ اجيب لك ميه؟ خليهم اتنين مانجا. اتنين مانجا بقى. استشرب واحد الاول. مانجا وفراوله. ماشي خليهم واحد مانجا انا فراوله وكده. عشان اسال سؤال بس، هو احنا هنلم الفلل دي احنا بنفسنا في الشارع؟ ننزل نلم في الشارع؟ براحتكم بقى دي شغلانتكم. طب ما انا دافع 10000 دولار هروح انا دافع 10000 دولار وانزل الم في الشارع. انت لو لميت يا عم انا اشوف حد يلم. المهم هات ال 1000 دولار ده اوتوماتيك. لو معاك دلوقتي هعملهم لك دلوقتي. معاك كام؟ انا معايا دلوقتي بتاع 500 جنيه بس. هاتهم 500 جنيه. هاتهم انا افكهم. 500 دول ولا حاجه بالنسبه للمشروع. لا ما هو 500 وده 500 وده 500. انا معيش 500 اعمل ايه؟ معاك كام؟ انا معيش 500. معايا 4 جنيه. معاك ايه؟ 5 جنيه كده. طبعا 50 جنيه. يبقى انت كده بقى اللي هتلم الفلل من الشارع فاهم انت. وقوم شوف لك. انا معايا في البنك فلوس بس مش هنزل بيها في الشارع يعني. والله والله ماشي انا ممكن بقى ايه اعمل لك مشروع تاني حلو يخصك على الاقل غير الفلل دي بتاعته عشان ما تخشش الفلل بتاعته عشان ما حدش يخش في فلل. عايزين نبقى شركاء مع بعض. عايزين نبقى شركاء مع بعض. خلاص ممكن يقول لي مشروع يطلع حلو ونخش احنا ماشي بقى. لا نلم عدد اكبر ونعمل عدد فلات اكبر. نعمل شقه بقى جنب الفلل. نبني عربيه من الفلل. نعمل عربيه من ولا ما ينفعش كده يبقى الموضوع كبير يا راجل. انا كده بستورد. انت هتعرف تعمل دول دولارات؟ انت تقول لي انا عايز دولارات بس دول فلوس من مصر. انا عندي البنك تحت ايد. استنى. طب ايه المشروع التاني؟ دكتور عادل. الو على طول يا محمد. اي حد بيتكلم محمد هات لي مليون دولار بسرعه دلوقتي تعالى. وهات فيهم بس فكيات كده. جنيهات فك. دولارات جنيهات دولارات فكه. دولارات فكه. استاذ ممكن استاذ ممكن دخلت شغلي ممكن المشروع اسكت. هات جنيهات دولارات فك. عشان في هنا اللي معاه 20 جنيه يقول له عايز مليون جنيه مش عارف ايه عشان يفك. هو عامله كله دولارات. ماشي يلا بسرعه دولارات. لا ما تحطليش يا استليني ولا يورو. لا مش عاوز. ده بنك ايه ده؟ باي. ده بنك الحظ ده ولا ايه البنك ده؟ يلا هات. طب انت هات يا استاذ. هات ايه؟ هات فيزا. هات اي حاجه. انت بتسترزق. طب ما انت جاد في المشروع ولا تقوم تتكل على الله ونشوف غيرك؟ شركاء كتير جاهزين. لا انت قلت لي في مشروع تاني اللي هي مخصوص. عايز اعرف. انا عايزك تشرح لنا بورقه القلم زي ما عملت مع الراجل. يعني الراجل طلع ارباع مليار على 4/5. بص انا هقول لك. انا هقول لك. بص دلوقتي انا هقول لك دلوقتي فلل سجاير الكلو بطل. دي تعمل فلل في التجمع الاول مش في الخامس. دي في العزبه. فلل في العزبه؟ ولا الفلل في العزبه ولا اتنين فلل في انا مش فاهم. لا ديت عشان ايه يعني؟ ممكن ماشي. تلمي فلل السجاير المرت. مرت؟ مرت؟ ايه تفتح فين بقى؟ ديت هروح الساحل. على الساحل؟ نفسي في الساحل بقى. هو ده بقى الكلام. الساحل. وكده اوصل لكم ميه هناك جنب البحر لان هي بقى على البحر على طول. ميه البحر مش هينفع تشرب. يا استاذ مفيش الكلام ده. هو انت بيوصل لك جهاز تحليه الميه مخصوص ليك. تحليه الميه بتاعنا؟ بتاعك انت. الكلام شكله كبير والدنيا شكلها ايه؟ تحليه ميه. يعني انت وشك ما يقولش كده خالص. لا ما هو انا بقى انا شكلك وحش بصراحه قوي. لا ما هو مش يعني ايه حظوظ الحمد لله. فطبعا انا هحاول ادخلكم في المشروع الفيلر دي. ماشي.
احاول برضو ادخلكم في مشروع تاني. طب انا استلم اول مبلغ امتى؟ استلم اول مبلغ انا اول ما تدفع. اجيب عربيه. ماشي، اول ما تدفع اول مبلغ ليك هتستلم على طول. هتستلم على طول يعني اديك 10000 دولار هتديني 90000 دولار على طول. طب اول ما تدفع على طول، بس بتسيب من اول ساعه. احاول ساعه احاول اجيب هات لي دولارات، احاول اشوف سك غسيل اموال ولا لا، احاول اشوف سكه تهرب يعني ولا ايه. لا احاول اشوف سكه سكه اريح لي ساعه، احاول سكه اعدهم. شوف له سكه في ان هو يجيب فلوس المشروع بسرعه. ايوه تسيب ان انا ادور يعني. ماشي، انا عارف اي حاجه والله. انا تجهزه بسرعه. انت قلت لي في مشروع ليه، انا عايز اعرفه. انت مش يعني هو انت خلاص هو خدت الفيلا اللي خلاص والدنيا ريحت معاك. ماشي يا عم، انا ادخلك اقول لك انا في مشروع. انا عندي فيلا باسمي في التجمع. ادخلك انا في مشروع. ايه المشروع المربح معايا؟ ايه المشروع؟ ممكن ادخلك في مشروع حلو قوي. ايه بقى هو؟ مشروع ميه تكييفات. مفيش مشروع عندك عادي؟ لا انت خد بالك، انت كنت مدير زبالين. ميه التكييفات دي انت مش عارف. ميه التكييفات دي ميه مقطره. الميه دي يعني انت لو لفيت على الشارع حطيت جنب تحت كل تكييف جردل ولميتهم في الاخر هيعملوا لك عندك البانيو. البانيو هتمطر. لا افضل بقى عبي فيها، هتعمل معاك ميه مقطره. الميه المقطره ديت انت عارف بتتباع بكام؟ الازازه الصغيره ديت بتتباع مثلا ايه؟ قيمه 3 دولار. انت بتحور. ايه؟ انت بتحور. ايه اللي بحاول؟ طب روح كده الصيدليه قول له انا عاوز ميه مقطره. يعني انا دلوقتي هو مشروع فلل سجاير. لازم بواقي حاجه. وانا مشروع ميه التكييف. يا استاذ انت مالكش دعوه بفلل سجاير، خلاص مش مقتنع بيه، مش هدخلك ليه. حاجه انا هدخلك. ما تخشش في شغل غيري. ما تخشش في شغل غيري. انت دلوقتي ميه مقطره، انت مقتنع ان هي مقطره ولا مش مقتنع؟ مش مقتنع. الميه بتاعت التكييف بتنقط ولا مش بتنقط؟ بتنقط. زي القطره ولا قهوه؟ بالظبط. يبقى ميه مقطره ولا مش ميه مقطره؟ ده حقيقي. اقنعني بصراحه. بعد اذنك يعني. ايوه انا استفيد ايه لما اجمع كله في ازايز واعمل ايه في الاخر؟ هتجمع الازايز؟ ازايز وارميها يعني؟ لا انت بس هتجمع الميه المقطره، انا ادخلك وهتجهز فلوسك بسرعه. ضروري اهم حاجه الفلوس. زي الميه المقطره برضه مهمه، اسيبك تجمع في القطرات وانا هاخد الفلوس وهجيب لكم على طول. تكونوا جمعتوا الباقي. وبرضه هاخد اول دفعه من الفلوس هاخدها امتى؟ اول ما هتدفع انت هتدفع من هنا، هو هيدفع من هنا. تسيبوني ساعه وهاجي اديكم فلوسكم. هتيجي تديني على قفاني؟ لا لو سمحت. لا بس بقى عشان نعمل فلوس بقى ما تبقاش لو سمحت. خلاص طبعا داخل شغل. ماشي مش داخل شغل لانك كده. لا معلش انا شغل، انا مش شغل يعني. انا راجل حقك عليك. اتجوزوا بقى فلوس؟ اتفقنا تمام. انا هجيب لك الفلوس دلوقتي، مش هستنى بكره. على خير على خير على خير. انت ممكن تستناني على 5 دقايق بس. بالظبط. طيب ماشي. معلش انت بس هتحاسب على المشاريب قبل ما تمشي. الدنيا برضه مش مضمونه. وانت هتخش ايه ده 20 جنيه اتكلم في فيديو مريض. انا انتوا رايحين تجيبوا فلوس قليل، انا مش هعرف اوصل البنك دلوقتي عشان اسحب 20 جنيه. صح صح صح. اسحب من البنك 20 جنيه. يعني ماشي في جيبك دولارات. لا انا ما بمشيش فلوس خالص. انت عارف بقى الدنيا نفش كلها. وانت هتطلب لي بس ربع فرخه وحاول تزود لي السوس والطحينه شويه. تمام. لا لا سامع. انا هجيب فلوس ونيجي على طول. ماشي. انت معاك الفلوس اهي الاولانيه. ساعه ودوركوا هيفوت. تمام. لا 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 انا هروح جري. ماشي. الو. محمد. يا ابني دولارات ايه وظيفتي ايه؟ بكلمك قدام الزباين. هخش بقى. بص انا هخش انا وانت في مشروع التكاتك. عشان نعمل اتوبيس كبير. يا عم الساعة عليا النعمة اللي مأجرها والحاجة كلها معايا. عيب عليك. بس الزبون يجي بس استلقطه واجي لك جري. مع السلامة.